تعطينا فكرة على المشروع هذا وعلاش توقفت المدة عندنا ونطور رجع المشروع هذا توقف على جال الدراسة الأولى معناها نتاع دي او معناها فبرشا غلط وخاصة في المشاريع نتاع المياه نتاع جريان المياه القناطر تقريب قعدت حوالي 7 شهور فهمت الدراسة هذه حتى وصلت معناها للنهاية نتاعها وقع القبول نتاعها من طرف مكتب المراقبة وكذلك التشغيل في وزارة التجهيز. وتو الدراسة جديدة حاضرة وقاعدين تمشوا بها اي حاضرة وقاعدين نخدموا عليها هي فهمتي وان شاء الله نكملوا في اقرب الاجال مدة 4 شهور كذا. فما حوالي 33 قنطرة. 33 قنطرة. والطول نتاعه حكاية 9.5 كيلومتر. 9 كيلومتر. ومفروض معناتها في مارس هكاك افريل. اي معناها حكاية 4 شهور اخرين معناها يكون بالقدرة. بالقناطر وبال. بالقناطر و... لا لا بالقدروني صعيب شوية. معناتها وقتاش يكون جاهز ممكن حكاية 5 شهور هكاك فهمتي يبدا جاهز. معبد يبدا القناطر مخدومه ويبدا معبد والامور واضحه ويتحقق معناتها الامل يولي صالح لل للسيركولاسيون وما تراش اللي هذا معناتها المشروع هذا مش يزيد يعطي حركيه للمنطقه ويوفر مواطن شغل و... المواطن شغل يقولوا اللي معناها فما منطقه صناعيه مش تعمل عليه هو في بداية الطريق من جهة ولاد الشامخ فهمتني وزيد معناها نجم تقول ينقص من المسافة كانوا يدوروا على القروان ولا فما حكاية قداش تقريبا كيلومتر فما 30 كيلومتر تمشي على القروان سد هاني السيد الهاني مش تمشي سوسه ولا تقص من هنا تربح 30 30 كيلومتر كل نصف ساعه 7 دراجة سوسه من سوسه الشمس من هنا حكيت 20 كيلومتر للسيد الهاني اي اربع قداش حكيت في نص ساعه توصل نص ساعه اقل من نص ساعه توصل للسيد الهاني 20 كيلومتر 20 كيلومتر ربع ساعه 4 دراجة سوسه تقريبا نص ساعه سوسة ذا فما ساعة الربع كيك ساعة الربع كيك كنا نعملوا في ساعة ونص وساعتين غير ربع اي لو ان شاء الله معناتها ما يحدث جا في بلجيكا ولا طريق طيار طريق سريع ما غادي معناتها سرع من سبعين ينقص الوقت يكون احسن اما يربط برشا يولي يربط برشا المنطقة هذه بالساحة بالنهاية ثم بعد ما يوفى الطريق هذا معناتها الاشغال تخدم فيها انتم باش تربطوه بالطريق الحاضر يعني فما انا نعلم مشيت معاه فما تقريبا كيلومتر هذوك بيناتهم هذوك باش تربطوهم ولا باش يبقوا كيف؟ لا باش لا كيلو... المحلول برا معناتها لا مش تخدم هذاك مش تخدم مش يربط مع الكياس به مع الكياس مش يربط مع القدرنين القديم ونتصور حتى الكياس الاخر اذا كان هذا يحضر نتصوروا حتى وتولي فيه ترافيك كبير هذا باش يولي فيه اكيد باش يولي فيه ترافيك كبير حتى الاخر ممكن يولي يخموا فيه باش يعملوا فيه تحسينات خاطر الاخر ضيق شوي فيه اولا ضيق ثانيا فيه دورات مخطره ياسر فهمتي وفهم فما زاد دي زوبستاكل نتاع معناها مونك دو فيزيبيليتي كبيره ياسر فهمتي مشيت معاه سبب في حوادث في حوادث واخطار كبيره وخاصه ثم مشجر غادي يلزموا تحسينات برشا